There are so many forgotten treasures in Egypt. Places that existed, flourished, died, and were covered up with the sands of time. The Bahariya Oasis was once the gardens of crepes and fields of wheat of the Greco-Roman era. Now, a pit stop for the caravans passing through the western desert. A place of culture and trade, now erased from too many memories to count. Deep inside the oasis, along with the breathtaking black and white desert, lies an artist who used elements from his own nature to express his heritage and traditions. اسمي محمود عيد عبد الجواد من مواليد الواحات البحرية مركز البويطي فنان تشكيلي تلقائي واستضامي للتماثيل والشخصيات اللي في الواحات من أهل الواحات وبالنسبة للخامات من بيئة الواحات الخامات طبعا من الأراضي الموجودة في الواحات اللي هي الطفلة قريبة من الطين الأسواني والأكاسيد الطبيعية اللي هي موجودة في الأرض والرمال الملونة. He took us to his exhibition which he built to the statues he sculpted. المتحف يضم حوالي 20 نموذج من تراث الواحات او الاشي بتاع زمان الواحات. The exhibit features landscapes and statues of men and women, people he knows or heard about. كل الشخصيات من اهل الواحات، الشخصيات دي اللي هي مثلا الناس الكبيره في الواحات اللي هم كانوا يحكوا تاريخ الواحات، قعدت اروح للناس دي في 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 المنزل بتاعهم ويحكي له عادات وتقاليد الواحات واعمل لهم اشكال ليهم وشاش يعني بتجاعيد. لأنه هو تأثير الطبيعة عليهم أو تأثير الجبل عليهم وعوامل التعريق. عامل نموذج للحلاق بتاع الواحات. نموذج للست اللي بتطبخ ونموذج للست اللي هي بتخبز. بالنسبة للنايم ده طبعا جدي انا دكتور بيكوي الراجل ده نايم على ظهره عنده احنا نقول عليه ارج النساء اللي هو الانزلاق الغضروفي في المفصل اللي هو في الجنب اللي تحت ده مفصل الرجل ده ممكن واحد يشيل حاجة ممكن واحد يتزحلق فهو بيجي له انزلاق غضروفي فانزلاق غضروفي ده بيعالجه ازاي بيبقى حصل هنا في يعني في دم مخزون الدم المخزون ده بيعمل له ايه عشان يطلعه بيجي لا يكوي بالنار على جنب أو يجيب له إبرة ويعمل له عملية خزامة بيعمل له عملية الخزامة دي تعمل عملية صديد والصديد دي تقعد مراحل لمدة أسبوع تعمل كل يوم والتاني بتجيب صديد وتسحب الدم اللي فين ده اسمه طبعا الدكتور محمد علي اللي هو جدي. These pieces not only embody the ambience of the Bahariya Oasis, they also define an era, part of the Egyptian history. Here we have artists emerging from the soil and kneading history out of clay.